السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كانت منكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير. عواشركم بروكا. جيت نقترح عليكم اليوم الكالامار مقلي بحال نتاع المطاعم، كيجي فتي وكيجي لذيذ، ونتمنىكم تجربوه. وإلى أول مرة كتزوروا قناة أم خولة، مرحبا وألف مرحبا، وما تنساوش الجرس باش يوصلكم الجديد ديالي. بالنسبه لمقادير هذه الوصفه، كنحتاجوا الكالامار مقطع شويه غليظ، كنرقدوه في الحامض والماء، كنحتاجوا الدقيق، كنحتاجوا المايزينا، الخميره تاع الحلوه، الملحه ولا شابلور. كناخذوا الدقيق مع مايزينا مع الملحه مع الخميره، كنزيدوا عليهم الماء، كنخلطوهم. القوام تاع الخليط ديالنا ما خصو يكون لا ثقيل لا خفيف. بعد ما صفينا الكالامار كنديرو في الخليط اللي خدمناه، من بعد كناخذ الكالامار بعد ما تلبس بالخليط كنديروه في لاشابلور وكنقليوه في الزيت. هذا هو الكالامار كنديروه يتقلى،
غير كياخد اللون الذهبي كنزولوه من المقلة. هذا هو الشكل النهائي ديال الوصفه ديال اليوم، كيجي الكالمار مقرمش وكيجي لذيذ. نتمنىكم تجربوه وما تبخلوش عليا باللايكات، البارطاج مع الاصدقاء والاحباب، ورمضان مبارك على الجميع.